يعني انا عايز اقول لك ان روح النادي الاهلي على مدار التاريخ ما بتروحش، ولكن ممكن تغيب ثواني. يعني الظروف ممكن تخلي الناس هي اللي تتخيل ان الروح راحت، ولكن الموضوع امبارح لما كنت بتكلم في ان النادي الاهلي كسب في اخر دقايق وبيلعب 10 و10، ارهاق كبير جدا في وقت انت خارج من مباراه قويه ده حقيقي. فنيا وبدنيا وكمان بدنيا. يعني انت بتتكلم انك انت كان في عبء بدني كبير قوي على لعيبه النادي الاهلي في المباراه. انا مش هقول ان النادي الاهلي كان هايل في اللعبه، لازم نبقى منصفين، ولكن هايل في انه يستثمر ازاي ان هو يقفل بعد ما اطرد منه واحد، وازاي ان هو يجاهد. الحاجه الحلوه اللي ساعدتني زي ما سام قالت مروان محسن، يعني تحس ان الجون كافئ، او يعني مروان محسن كان يستاهل انه الجون ده يجي. ليه حضرتك بتقول كده؟ لانه الضغط كتير قوي. يعني انا كتير قوي من الناس اللي انا ممكن ان اتكلم على لاعب بسلبيه شويه، ولكن مش انتقاد، مش بالطريقه دي. ما انتقاد يا عادل في صوره مقبوله. دايما بنتكلم لما انت من حقك، انت كنت بتلعب راس حربه وبتلعب تحت راس الحربه، من حقك تتكلم، من حقك تنقد. جماهير النادي الاهلي من حقها، لكن في اطار ان ده لاعب كره، في اطار فني، انتقد زي ما انت عايز. لكن انت شفت الصوره خرجت خالص عن الاطار المسموح بالنقد فيه. يعني ما تتريقش عليا، ما تعملش كوميك عليا. لكن الولد كمان امبارح، خلينا نتكلم بكل امانه، ان رد فعله بعد المباراه كان ممتاز. احترامه للجميع، هو بيتقبل كل حاجه، بيزعل شويه لكن مركز على نفسه. بس انا عايز اسالك، مريت انت قبل كده بموقف زي ده؟ يعني انت راس حربه، مريت بمواقف زي ديت قبل كده في مشوارك؟ اكيد طبعا، مفيش راس حربه ما مرش بالموقف ده. يمكن انا مريت بيه، واقول لك ناس كتير كمان مروا بيه. عماد متعب مثلا، على سبيل المثال، عماد متعب راح كاس الامم 2008 مع الكابتن حسن شحاته، وكان بيعدي بظروف ان هو ما جابش جوال لمده 20 مباراه او 18 مباراه، حاجه من هذا القبيل. وعماد متعب رجع. حسام حسن كمان قبل بوركينا فاسو، انا فاكر انه ما كانش بيجيب جون خالص، وراح وفتحت معاه وجاب جوال. لكن مروان محسن اللي انا عايز اقول انه يجب كمان انه اللاعب يكون عنده جلد شويه، بمعنى انه ما تجلدش نفسك، خليك انت اقفل على نفسك. بس انتوا يا كابتن كنتوا في ظروف غير اللي النهارده بيتعرضوا له. اي لاعب بيتعرض النهارده للاقوى، انتوا ما كانش عندكم. علشان كده بقول لك اقفلي. يعني في اعداد نفسي للاعب، واحنا دايما بنتكلم فيه في الناحيه التدريبيه، انك انت لما تيجي تلاقي نقد عليك اقفل. اقفل كله، ما تركزش الا في لعبك، وما تروحش لاي سوشيال ميديا، خلاص انت بعيدة عنك خالص، علشان ترجع بسرعه. ولو انت استسلمت لها، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان كلام، والناس، وفي ناس كتير قوي بتتكلم كلام، يعني عايز اقول لك ان هم مش حاسبينه. يعني هو بيتكلم بينقد. يعني انا مثلا جمهور النادي الاهلي بعد مباراه الزمالك، انا ما زعلتش منه. هو لازم الناس تتفاهم ان جمهور النادي الاهلي من حقه انه يعمل اي حاجه. الجمهور المحب للنادي الاهلي دايما بيعمل ايه؟ دايما بيسند النادي لكن في ناس بتبقى متحمسه قوي برضه، لازم مقبول ده، كل ده مقبول. كل ده مقبول، العذر لازم نلتزم. ليه؟ لانه النادي الاهلي يعني المفترض ان هو طول الوقت بيفرح جمهوره. صح.